حسين انت هواية تشرح على المنتج وتعطي تفاصيل وهواية السولف. والله اخوان بصراحة انا دائما من اشرح على المنتج انا متصير عندك علم شنو مميزاته، شنو الشغلات القوية بي، شنو الشغلات المو قوية، يعجبك ما يعجبك، جزء ما يفيدك، فدائما انطي التفاصيل الكافية على مود ممكن هذا المنتج يكون بفائدة لك او ما بفائدة فما تطلبه. بالنسبة لليوم وصلني كفر فيك ثقيل حركات وشغلات حلوة. هذا هو الكفر اخوان، طبعا الشغل مالته روعة، الجلد ماركت HDD كلش حلو ويكون مبطن مثل ما تلاحظون، شغله كلش حلو ان شاء الله واضح. اطرافه جلاتين وبنفس الوقت اكو شبكة على السماعة وبنفس الوقت يكون ماك سيف، والماك سيف ستاند. شلون يعني ستاند؟ خليكم وياي. خليته على الجهاز مثل ما تلاحظون، هذا باور بانك ماك سيف راح يلزق عندنا طبيعي جدا، وبنفس الوقت اذا اسوي هيك راح يصير عندي ستاند جانبي، واذا اخلي هيك الجهاز راح يصير ستاند عمودي. وماركت HDD كلش حلو وبارتفاع بسيط على الشاشه، وقلنا اطرافه جلاتين والشبكه. توفر اول لون البنفسجي والاسود مالته، هذا هو على الجهاز، والبحري مالته هذا هو على الجهاز، واخر لون اللي هو الازرق. طبعا بقى اخوان التبطين روعه للجهاز، هيك راح يكون شكله بقى الشغل مالته اخوان. HDD ماركه مبينه كوي ناس تعرفه. هذا كفر توفر 13 برو ماكس 14 برو ماكس، وان شاء الله عندي توصيل لكل العراق 4 بغداد. ست محافظات الحجز او استفسار رسمي على الواتساب تدلون. تحياتي لكم، انا اخوكم حسين اتش اندج، وان شاء الله اكو اخبار حلوه هالايام تسمعوها ان شاء الله. وهذا الكفر سعره 10000 دينار.